مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وهذه الباقة من الأزهار الجميلة نهديها لكل مشاهدينا وأوفياء برنامج أنوار الصباح وكل من رافقنا منذ بداية البرنامج ومنحنا من وقته الثمين. نصل إلى آخر فقرة معنا مع شيف صليحة بسكرين، ندعوكم مشاهدينا لاكتشاف وصفات اليوم وطبعا الاستفادة منها. ما عليكم سوى إحضار ورقة وقلم لتدوين الوصفات. نلقاكم بعد هذا الفاصل القصير. إذا باسمكم جميعا مشاهدينا على كارم نرحب بشافة صليحة بسكري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بك. السلام أختي ابتسام، وأنا دائما أقول صباح التفاح، صباح الورد الفواح، صباح النور، صباح السرور دائما من أحلى قناة على أرض الوجود وفي قناة القرآن الكريم. شكرا لك، صباحك مبارك، صباح الخير والبركات شيف صليحة. أكيد أنا وكل مشاهدينا الكرام كلنا شوق لنتعرف على وصفات اليوم اللي أحضرتيها، وعلى ما أظن هي متعلقة بفطور الصباح. أكيد أختي ابتسام، وصفتنا اليوم راح تكون فطور الصباح ولا حتى قهوة العشية، ولا نقدر نقول أكلة نقدر نرافقوها معنا يعني في خرجة خفيفة في السيارة. دائما نشوفوا الحاجة اللي تكون نقدروا نتحكموا فيها، ما تكونش يعني تمرمد بزاف العبد ولا صح. يقدر يديها يعني اومبالي، تكون حاجة نقية وحاجة نظيفة. رايحين نشوفوا البريوش، كل واش من عائلة ما تحبش البريوش سواء مع الصباح ولا مع العشية، وحنا دائما نحبوا الحاجة اللي نديروها يعني في الليل ونقدروا نقتنيوها مع الصباح. ولا ديريها الصباح تقعد لك حتى الغدوة من ذاك، لماذا؟ إذا رايحين نشوفوا بريوش ولا أسهل، يعني نجح 100%، يجي أخف من القطن ويجي زاكي، يعني يعطي لك كمية كبيرة. بالنسبة للمقادير، أنا هنا ما تقيدوش يعني بالشكل اللي دايراته، تقدروا ديروا شكل خبزة كما راهو أمامكم، تقدروا ديروا يعني فرديين يعني في ليمول صغيرين، تقدروا ديروهم شكل كيك، دوك اللي كان عندكم مول تقدروا ديروا، المهم يكون عندي مول سواء تاع زجاج ولا تاع حديد ولا شي اللي كان عندكم. المهم هنا بالنسبة لهذه الوصفة واش نحتاجوا فيها؟ تبعوا معايا مليح المراحل، وطريقة التحضير سهلة جدا. هنا عندي زوج كيسان تاع حليب دافي، زوج كيسان حليب دافي. نحتاج معاهم ايضا تقريبا كاس تاع السكر، يعني كاس ناقص دو دوا، زوج اصابع، ماشي نص كاس وماشي كاس، يعني كاس ناقص دو دوا نتاع سكر عادي. نفس الكاس اللي كاين به الحليب، نفس الكاس تاع الحليب، الكاس العادي اللي عندكم في الدار تاع 240 مللتر يعني تاع الماء. قلنا زوج كيسان حليب دافي ماشي سخون بزاف، عندي نص كاس تاع سكر ناقص دو دوا، يعني ناقص زوج اصابع تاع سكر عادي. نحتاج ايضا هنا نص كاس تاع الزيت، وعندي مكون اساسي في هذه الوصفه اللي هو منو ندي سر الخفه، اللي هي نص كاس تاع غبره لاشونتيي. كثير من السيدات يقول لك لاشونتيي نحتاجها فقط في التزيين، نطلعها بارد في بارد. عكس الشيء هذا في البريوش، كيطيب مع الكيكه يعطيني الخفه، يعطيني الطراوه ويعطيني النعومه، يعني يجيني بيض كل قطن. ندي منه ما نقدرش نستغنى عليه، نص كاس تاع غبره لاشونتيي. نص كاس يعني معدول. عندي زوج حبات بيض كاملين، مغرف تاع لافاني، وعندي مغرف تاع قهوه ملح، ما نديروش مغرف كبيره ملح، نديرو مغرف تاع قهوه ملح ومغرف نتاع لافاني. هادو كامل كيما راهم سواء في بول بالبيتخا تخلطي، ولا في بول بالفوي، ولا في بول بالكف تاع اليد اللي كانت يخدم. الا بالبيتخا عفوا تقدروا تستعملوا لافالات ولا الكا، الا بيدك تقدري تخدمي عادي، ولا في البول تقدري تخدمي بالباتر. المهم الشيء اللي كان عندك، هذو كامل هذه المقادير تكلمت عليهم ونحطهم ونخلطهم مع بعضهم. برك الحليب يكون دافي ونضيف عليه الخميره تاع الخبز، زوج مغارف خميره تاع العجين اللي هي تاع الخبز. نعم. نعاود المقادير من بعد نروح لطريقه التحضير مع ذاك الفارينه. نعم. عندي زوج كيسان حليب دافي في بول. نعم. نحط عليهم زوج مغارف تاع ماكله خميره العجين تاع الخبز. نعم. نحط عليهم ايضا تقريبا نخلوه يتفاعل شفوه. عادي عادي ما يتفاعلش. نعم. مباشره. نعم. نضيفوا عليهم كاس ناقص دو دوا نتاع السكر، نص كاس تاع الزيت، ونص كاس تاع غبره لاشونتيي، مع زوج حبات تاع البيض، مغرف لافاني ومغرف تاع قهوه ملح. نعم. هذو كاع نخلطوهم مع بعضهم.
اللي يحب يعطر بقشور التشينه قشور القارص اللي كان عندك تقدري ولا تكتفي فقط باللافاني. هذو نخدموهم كامل مليح ونضيف لهم الفارينه. هنا الفارينه شحال نحتاج في هذه الكميه اللي مديتها لكم؟ انا الكيل اللي مديته لكم يعطيكم هذا زوج خبزات. نحتاج الى حبيتوا بالكيلو كيلو تاع الفارينه وزياده عليها نص كاس. نعم. الى حبيتوا بالكاس اللي عبرنا به 6 كيسان ونص. ونص. يعني نعطيكم في السهل يعني سواء بالجرام كيلو تاع الفارينه وزياده على كيلو نص كاس. نعم ونذكروا الكاس يعني العادي تاع 240 مليلتر. نعم. قلت الى عبرت الفارينه بالكاس راني ندي 6 كيسان ونص. نعم. الى عبرت بالكيلو ندي كيلو فارينه كامل ونص كاس. هذاك النص نزيدوه كاين فارينه تشرب كاين اللي ما تشربش كاين انواع. دوك الوحده تعرف المهم العجينه دي ما تكونش يابسه. سر النجاح تاعها في الطراوه اللي فيها. دوك نشوفوا نعاودوا لكم طريقه التحضير ونشرح لكم ايضا كيف نكملوا الوصفه. نستقبلوا مكالمه هاتفيه شرح ثم نواصلوا. امينه من تيبازا السلام عليكم ورحمه الله. امينه. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بك امينه. الله يخليك كيف حالك؟ لاباس الحمد لله وانتم بخير. الله يسلمك عندكم مبارك ما يعني ما اتصلتيش بينا في هذه المده. والله حاولت بنتي والله حاولت كان عندي في حلف وصال يعني يوم السبت. الله يبارك. ما تمكنتش. مرحبا بك يعني في كل برامج قناه القران الكريم. مرحبا بك. الحمد لله. اهلا وسهلا امينه. الله يحفظك بنتي الله يحفظك وانا من خلالك نقدم شكر لكل ما قدم حلفه تاع اليوم بدءا باستاذ بدرة. شكرا. نتواصل مع في موضوع الوالدين لكن مانش ونهايه بالدكتوره شهرزاد تمتعنا بحديثها ربي يحفظها ويحفظكم كلكم. شكرا شكرا. الله يحفظك ونرحب صريحه بالذكر نقول عزتي لينا يعني وعود احمد ومرحبا بك صريحه. اهلا مرحبا بك اختي الكريمه. مرحبا كيف حالك كيف احل العائله اولادك؟ في نعمه الحمد لله كل ما انتم بخير انا بخير. من العام اللي جاب وليدك الباك موراها فارقتينا. لا مازالوا الخير القدام وما جا الخير ينفع راني معاكم ان شاء الله. ربي يحفظك ربي يحفظك. امينه عندك سؤال؟ عندك سؤال امينه؟ نتاعك يعني مرحبا بك نرحب بك على عودتك قناه القران. الحمد لله. امينه عندك سؤال طرحيه على الشاب صالحه؟ اي عندي سؤال يعني تفضلي. انا ماذا بيا يعني هي تتحدث عن البريوش صافي هو من محاسن الصدف يا اختي صالحه. انا البارح كنت عملت بريوش يعني كمية صغيرة كاس على شاي. نعم. عارفة واش درت فيه؟ دخلت فيه يعني النخالة. جميل جدا. نعم. والله النخال وجا ما شاء الله. أنا دائما أنا في السفرة ما نستعملش بزاف في السفرة وحاولي درت مغطى فقط مغطين ويعني في الوسط يعني درت الشيكولا يعني استغنيت عن السفرة وجا ما شاء الله بالنخالة يعني ما يبانش خلاص يعني نقول لك مغناء كبير يعني بول هكا تقولي ما تاع نخالة. الله يبارك. ما شاء الله. كون حمصتيها تجيك أحسن. نعم كنت صالحه انت في الحصه الاولى هضرت على خبز الشاعر وكامل انا ما كتبتوش. نعم معليش لما تكملي وصفات تعاوديني هذيك تاع الشاعر اللي فرختي مدخول مباشره قلتي على الشاعر انا نستعمل بزاف هذه الشاعر والنخاله والطريقه القامح وكامل. مرحبا. يعني تعاودي هذه فقط على يعني هكا ما شاء الله يعني محضره كوبات نكتبهم ان شاء الله. امينه ان شاء الله ابقي معنا. الله يحفظك شكرا على الاتصال. وعليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيك. مكالمه ثانيه ام ماهر من ورقله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليك السلام اختي ابتسام بارك الله فيك على هذه الحصه. الله يسلمك وفيك بارك الله شكرا. معليش نقدر نسوق في شيء صالحه؟ طبعا تفضلي بسؤالك. بارك الله فيكم. صباح الخير اختي صالحه. صباح النور اهلا مرحبا تفضلي. اختي حنايا دائما الامهات نشتكيو دائما من الاطفال انت تعرفي اختي عندنا مشكل مع الشهيه نتاعهم وعاد دركا في الصيف فتره الصيف يعني عندي 3 اطفال يعني عندي مشكله في الاكل نتاعهم صباح ما يبغوش ياكلوا يعني كي نوضوا الصباح حليب الصباح شويه يجيهم يعني إذا تقدري تشوفي لي تعطينا يعني فكرة يعني بدائل هذا الفطور الصباح تكون مقوية وما نتوقفش تكون وإذا تقدري برك أختي عندي الخروب وقالوا لي أنا سواء الخروب ملحي. نعم. إذا تقدري تعطيني وصفة ولا اثنين تاع الخروب يعني نديرو لهم شغل
كي تغسيني كي هكذا الشوكولا تغسيني ولا هكذا بالخروب اختي. بارك الله فيك وشكرا. وفيكي بارك الله. شكرا ام ماهر على الاتصال، بقي معنا راح تقدم لك النصائح. شكرا الشيف صليحه، بارك الله فيك. اذا نواصلوا مع الوصفات وما نجاوب الاخوات كريمه. بالنسبه قلت طريقه التحضير تاع البريوش بعد اللي خدمنا كامل المقادير مع بعضاهم، نطموا بالفارينه. في الاول الفارينه ندي ثلاث كيسان ثلاثه نعبرهم نخدمهم مليح مليح ونعجن، ومن بعد نبقى نضيف بالكاس حتى نكمل سته كيسان ونص. تولي عندي عجينه رخوه، نديرها في بول نخليها يضعف الحجم تاعها. نعرفوا باللي سر نجاح اي عجين كان لازم يخمر، لازم يخمر. كي تخمر هنا نديرها كرات كامل متساويين. دونك انا والمول اللي عندي، مثلا اذا درتي مول دائري ديري شوفي شحال ياكل لك الكرات، ديري يعني صاير داير، تكوني دهنتي المول تاعك بالزبده ما راهش رايح يلصق، هي تجيك شويه طريه بزاف، ولكن معليش ما ديريهاش الفاينه بزاف، تغلبي معاها وباه يجيك برك طري. ديري كرات نفس الشيء اذا كنتي دايره في ليمول تاع الومنيوم ولا حديد ولا سيليكون نفس الطريقه. نعم. نغطيه ونخليه يعاود يضعف الحجم تاعو. السر الثاني عندي انا خريطه التلميع على طريقتي انا شخصيا، واش ندير التلميع اللي راكم تشوفوا فيه يعني هذاك اللون الذهبي الجميل جميل جدا. صح. انا هنا واش نستعمل، ندير حبه بيض كامله، تبعوا طريقتي حبه بيض كامله. ندير زوج مغارف تاع ماكله ولا مغرف كبيره تاع ماكله عطر الليمون، باتاغوم تاع الليمون الاصفر. نعم. اللي نستعملوه في الحلويات ماشي الابيض، يعني عطر الليمون الاصفر يعطيني لون ويعطي نحي لي الزفوره، يعطيني ريحه. العطر يعني يكون ماشي مسحوق، سائل سائل ثقيل. نعم. باتاغوم تاع الليمون ويتباع يعني تشري بالكميات القلال. نعم. اللي نعطروا به الحلويات ندي منه مغرفه في حبه تاع البيض ومغرفه تاع قهوه سريعه الذوبان. هذا هو خليط التلميع نتاعي في كامل اللي بغيوش ولا حتى الخبز ولا حتى حلوة الطابع. تدهني بعد اللي تخمر وترشي بالكاوكاو ايثيلي، ما عندكش ترشي بالزبيب، تقدري لداخل ديري زبيب ديري شوكولا. ذوك البريوش نعرفوا باللي فيه نكهات عده، انا خليته على طبيعته فقط بذوق الفانيليا، وانتم تحكموا فيه كما تحبوا. هنا بعد اللي تدهنيه يكون خمر مليح مليح، ادهنيه ودخليه يطيب في اي درجه عاليه يعني 200 درجه حتى تشوفي يعني تحصلتي على اللون الجميل. صدقيني غير يطيب يتنحى من المول وحده بدون عناء. هنا واش ديري له، تحبوا تدهنوه بالعسل، تحبوا بالمعجون، انا هنا دهنته بالمعجون تاع التمر، رافقت معاه حبيبه تاع التمر، وتقدميه كيما راه. برك الحفظ نتاعو كي يبرد في علبه محكمه الغلق يومين حتى ثلاث ايام، عاودي كميه واحده اخرى، وانا نضمن لك بلي نهار واحد رايح يخلص مش رايح يبعد. ما شاء الله. هذا البريوش هذا قررت اني نقدمه مع قهوه. القهوه هذه درت قهوه ولا كابوتشينو. بزاف القهوه يعني محبوبه الكبار والصغار وخاصه الازواج. صح. هنا كابوتشينو كنت درتها عده مرات ولكن معليش بالتذكير لانه دائما عندنا مشاهدات جدد. نعم. هنا الكابوتشينو تاعي واش نحتاج فيها اللي راهي امامكم. نحتاج كيلا تاع قهوه سريعه الذوبان، نحتاج كيلا تاع السكر وكيلا تاع الماء. مثلا الى كيلت بالمغرف ندي 6 مغارف 6 مغارف 6 مغارف، الى كيلت بالكاس ندي نص كاس نص كاس نص كاس، المهم نفس الكيل. نعم. هي غير بالمغرف لما يحد لك كميه كبيره تزكى. نعم. نشدها ونضربها بالباتور مليح 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 حتى تطلع، برك يكون الماء بارد والبول يكون بارد، ضربيها حتى تولي لك رغوه، تولي لاموس تاع القهوه. هذه هي الكابوتشينو. طريقه الاستعمال تاعها كيفاه نستعملوها، مثلا كاين الزوج يحب يشرب قهوه كحلى الصباح، طيبي براس قهوة سخونة فرغي في الكاس تاعك عادي بصح ما نضيفوش السكر، تفرغي لاموس هذيك زوج مغارف والقهوة هي سخونة. تعطي لك ديك الرغوة تاع القهوة تاع برا، البديل تاع برا. بالنسبة للقهوة حليب هنا كيف نستعمله، نطيبوا الحليب تاعي عادي حليب سخون كما درت أنا، فرغته في الكاس. نعم. وتفرغي مباشرة زوج مغارف تاع رغوة ولا لاموس تاع القهوة اللي طلعناها وتحركي، تعطي لك قهوة حليب، تعطي لك بنه تاع الكابوتشينو وبنه القهوه يعني بارزه جدا. صح. وما تحتاجيش تضيفي لها سكر، ما تضيفيش السكر نهائيا. نعم. وتقدميها الحفظ تاع هذا الكابوتشينو 5 أيام في الثلاجه. نعم. علبه زجاجيه محكمه الغلق. نعم. زجاجيه. انا مانيش نقول لكم روحوا شروا علب تاع برا، راه ما عندنا علب في الدار، نشريو حميصه نشريو معجون نشريو مايونيز. صح. تعقموهم بطريقه تاع البخار تخليهم ينشفوا وديري فيهم هذيك الرغوه تاعك ولا لاموس تاع القهوه، تستعمليها في عده وصفات. الحفظ تاعها قلت 5 أيام، دائما نقتني بمغرفه نقيه. لو تعيدي من فضلك شاف الوصفه تاع الكابوتشينو، لاموس تاع القهوه ولا الكابوتشينو تستعمل في قهوه كحله وفي قهوه حليب. نعم. قلت عندي مثلا نفس الكيل، مثلا انا ديت 6 مغارف
قهوه سريعه الذوبان. نعم. 6 مغارف ماء بارد و6 مغارف سكر، نحطهم ناشف في ناشف في بول. برك البول لازم يكون ضيق شويه. نعم. يعني يكون مغموم ما يكونش واسع. نضرب مليح مليح بالباتر، ولا كاين البغاميكسور تجي فيه واحد الفوي. هذيك اسهل طريقه. نعم. ضربي مليح 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 حتى تشوفيها يعني طلعت ولا ترغوه، قد ما ضربتي قد ما تطلع. هذه هي الرغوه، نستعملها للازواج في قهوه كحله، نستعملها للضياف ولا افراد عائلتي في قهوه حليب. في حليب. وتستعمليها تنكهي بها الكريم، تنكهي بها يعني عده وصفات في الحلويات، حتى تحليات، لما لا؟ نعم. يعني تستعمليها في عده وصفات، مثلا راكي درتي حليب كلاسي، كنا نعرفوا بلي نحبوا مشروبات بارده. نعم. مشروب الكابوتشينو، ايضا نزيد لكم جعبه واحده اخرى. حليب مثلج من الكونجيلاتور، ضيفي له مكعبات ثلج وزوج مغارف من الكابوتشينو، تولي عندك تحليه بارده، تقدر تمشي مع المشروبات البارده، نقتنيوها يعني في المطاعم الفخمه وباثمان يعني باهظه. راكي درتيها فقط من هذه لاموس، تستمتعي بها مع حبيبات تاع الشوكولا، يعني دوك الجود بالموجود لكل افراد العائله. كل سيده وكيفاه تتفنن يعني في طريقه التقديم تاع وجباتها لافراد عائلتها. اذا هذه هي، نتمنى كل السيدات ينجحوا في يعني اعداد هذه الوصفه ان شاء الله. شيف صالحه، نجاوب على الاخوات المتصلات. امينه من تيبازا كانت طلبت وصفه خبز الشعير على ما اظن. كنا درناه خبز الشعير في اول حصه على حسب ما نظن. خبز الشعير هذا اللي درناه بالماء المغلي. هنا عندي كميه تاع الشعير تحطيها في جفنه، تحطي عليها مغرفه تاع الملح، باكل الملح وكل واحد وعينه ميزانه. عندي الماء يطبخ من فوق النار، يعني مغلي مغلي يطبخ من فوق النار. تجيبي ذاك الماء وتكبيه كامل على ذاك الفرينه تاع الشعير. دوكا الماء راه سخون، نخلطوه فقط بالمغرفه تاع اللوح. تخلطي كي تشوفيه باللي دفى شويه استعملي يدك. المهم ما يكون جاري بزاف، ما يكون ناشف بزاف. سر نجاح ذي الوصفه وين؟ كي تريح تعجنيه الصباح ديريه في ساشي وخليه للعشيه. ولا يقدر يبات يعني في الليل ويبات؟ يقدر يبات ما كاش مشكل، ولكن من الاحسن هنا كي ديريه الصباح للعشيه رجعي ليه. نعم. اذا خليتيه ساعتين وراه يعطي لك يعني يلبي الغرض. نعم. حتى ساعتين ومعليش، المهم من ساعتين للفوق. كي تجي راح تعجنيه تجبديه من الساشي بعد ساعتين، ضيفي له زوج مغارف تاع زيت الزيتون وعجنيه مليح مليح. طريقه العجن تاعو على ورق طهي ولا على ساشي ولا بابي سيلوفان. اعجنيه، وانا طريقتي طبعته بالموت يعني دوائر صغيرين صغيرين. وطيبيه في الطاجين عادي، طيبيه حتى يتحمروا، يجيكم بزاف طري بزاف فتي، ويجي احسن من الوصفه اللي نديروها، يعني تبقى تعور كيف الشعير نتاعك. هذه طريقه تاع ناس الشرق تعلمتها انا وتقاسمتها معاكم. بالنسبه ايضا كاين سؤال اخر، يعني ماهر من ورقله سالت عن يعني وصفات خاصه بفطور الصباح للاطفال، حتى يعني نرغبوهم ونحببوهم. هذه نخليوها يعني في طاوله تاع انوار الصباح، نخليها بكامل خطواتها. نعم. وندير لهم يعني دي بسكوي، ندير لهم مشروبات. يعني اللي تفتح الشهيه وتزيدهم يعني بعض النصائح ولا الحيه اللي تقدري تقدميها للسيدات حتى يرغبوا ابنائهم فطور الصباح، ربما الشكل، التزيين، الالوان، كذلك هذو يعني يجذبوا الاطفال ويحبوا. الاطفال كامل ذوق واحد في الماكله، ما تقوليش وليدي على وليدك. كامل ترغمي على كاس الحليب يبعده، تي ترغمي هو يبعد. هنا عندك البدائل، روحي حليب الشوفان، حليب الججلان، حليب الججلان باه تقيدي، روحي طحني الججلان تاعك، يعني درت لكم عده مرات في الضحى. نعم. الججلان تاعك لبيتيه في الماء، للصباح طحنيه به بالماء تاعو، ارمي له حبه بنين وزوج حبات تاع الياغورت. نعم. تحصلتي على وجبه يعني كامله ومكموله. روحي لحليب اللوز مثلا. نعم. حليب اللوز ضيفي له زوج علب تاع ياغورت ذوق الشوكولا. وكنت قدمتي لنا يعني وصفه حليب درناهم عده مرات. نستخلص حليب اللوز مثلا، حليب اللوز نضيف له زوج علب تاع ياغورت ذوق الشوكولا. وانت هنا درتي حليب الشوكولا اللي تقتنيه للولاد مع الصباح. انا نشربوه بواحد الحليب تاع الشوكولا مع الصباح. نعم. راهم يقتنيوه في علب. صح. انت هنا درتي حليب اللوز، ديك طاقه من اللوز، كاس واحد يكفي. الحلاوه حليو بالعسل، ما تحليوش بالسكر. نعم. في مكالمه، في اتصال مع شيف صالحه. زهيه من تيبازا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زهيه زهيه هل هي معنا؟ قطعت مكالمه الاخت، معليش نواصلوا. شيف، اذا انا عطيتك بعض النصائح فقط، ولكن نحبب اني نديرها وصفات بلي بسكوي تاع، بحب كل النصائح. نعم. يظهر لي ان شاء الله نخصوا عدد نقدموا فيه كفطور صباح للاطفال ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه لي كانت سالت كذلك على الخروب، قالت لك عندي الخروب في البيت. لو تتذكري معنا ابتسام درنا الخروب عده مرات. صح. الخروب هنا ما عليك الا بالخروب، يا اما تقتنيه غبره، يا اما ديريه مشروب في الدار.
جيت على الخروب بنين بالبزاف للكبير والصغير ماشي حتى للولاد. نعم. هنايا تحمصي الخروب تاعك تشديه تشليه تكسريه شويه يعني به باللب اللي فيه بالعظمه اللي فيه، نحمصوه في طنجره تكون ثقيله، نحمصوه مع زوج مغارف تاع السكر حتى نشوف الكراميل اندارت نار قليله فقط، نفرغ عليه الماء ونخليه يغلي النار قليله واحد 25 دقيقه نص ساعه. استخلصت الماء تاع الخروب نصفيه مباشره، بعد اللي تصفيه تحطيه في قرعات يولي عندك مشروب الخروب لانه هو فيه كفايته من السكر يجي حلو. حبيتي تتفنني في هذاك الماء تاع الخروب ديري به زوج مغارف مثلا غبره الشوكولا اللي نديروها للذاري في الحليب مع الصباح. نعم. زوج مغارف غبره الشوكولا، زوج حبات ياغورت ايضا تاع شوكولا، ندير حبه تاع البنان، ندير به عده وصفات ايضا نبعثكم بها، عطيت لك فقط كفكره. دخليه في الكيك نتاعك غبره الخروب دخليها في الكيك، اخذني بها شوكولا تارتيني لانه حتى هي في المصانع الكبرى كاين شوكولا تاع الخروب يعني في دول اوروبيه. هذه الغبره انت تاع الخروب استعمليها في شوكولا تارتيني، شوكولا تارتيني سهله جدا نبعثكم بها ان شاء الله في اعداد قريبه جدا وتجي بنينه بالبزاف. المهم هذيك الغبره تاع الخروب استعمليها في التحليات في لي فلون، استعمليها ايضا في لي كيك في الخبز ايضا في لي بيسكوي، يعني شيء تفاتت حايلي بيد ما نمد لكم يعني عده وصفات من غبره الخروب ولا حتى الماء تاع الخروب ان شاء الله. نشكرك جزيل الشكر على كل هذه الوصفات شافة صالحة، ان شاء الله الملتقى يوم الخميس المقبل بحول الله تعالى مع مزيد من الوصفات. نتمنى كما قلت يعني كل السيدات تنجح في اعداد هذه الوصفات وتفرح ابنائها ويعني كل افراد الاسره ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك شيف صالحة، جزاك الله.